اليوم تخلد المندوبية العامة الذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة لمدرسة السجون وعادات الإدماج، وهي فرصة سنوية تأتي كل 20 أبريل من كل سنة. هي فرصة كما قلت لإبراز مجموعة من الإنجازات والمكتسبات التي حققتها المندوبية العامة، وموازات مع ذلك في ناشية كذلك سياسة انفتاح على المجتمع المدني وبانخراطه الفعال والأساسي قصد إدماج السجين داخل المجتمع. ولكن هذه النقطتين الأساسيتين هي رهينة بتثمين العنصر البشري الذي يشكل المحور المهم في إنزال كل هذه البرامج الإصلاحية والتأهيلية. الحمد لله والشكر لله، اليوم هو ذكرى تأسيس الذكرى الرابعة عشر لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أولا أبدي أن أهنئ السيد المندوب والسادة الأطر المندوبية العامة لإدارة السجون، وأخص بالذكر المؤسسة السجنية أطر المؤسسة السجنية بطاطا بشتى أطرها، من سيد المدير المؤسسة والسادة الموظفين الموظفات. فالحمد لله أشكر جميع الزملاء، والحمد لله لقد تعطر اللسان عن التعبير، فشكر موصول وشكر جزيل، وأجمل تحايا من القلب موصولة لجميع الزملاء. بالنسبة للموظف المتميز والموظفة المتميزة، فتم اختياري من طرف زملائي، فأشكرهم جزيل الشكر. فهذا تكليف فهو تكليف أكثر مما هو تشريف. عرفانا من المندوبية العامة بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها الموظفين في جل مؤسسات السجنية في المغرب، تنظم المندوبية العامة سنويا جائزة الموظف المتميز، يعني يحصل عليها موظف أو موظفين داخل كل مؤسسة، وذلك عن طريق التصويت الذي يقوم به الموظفين، يعني جل الموظفين يصوتون على موظفين داخل كل مؤسسة. وأنا هذه السنة الحمد لله حصلت على جائزة الموظف المتميز، أنا والموظف بديع عبد الله، وذلك بفضل تصويت الزملاء، رغم أن جميع الموظفين متميزين، يعني ماشي غير ليس الحسين أو الدرحمة أو بديع عبد الله فقط هما الموظفين المتميزين، بل جل الموظفين والحمد لله متميزين، ونتمنى لهم مزيدا من العطاء والتألق في السنوات القادمة إن شاء الله.